الله يعطيك العافية اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا اخوان ها شايفين المنخفضات عندنا بإربد كيف اخوان؟ طلع طلع والله العظيم بعدها بتكبس علينا، شايفين؟ طبعا هذا اخوان المنخفض طلع شو معجب بهالدنيا. فهذا كله يا اخوان راح يصير علينا احنا بتأخير شغلنا، هون راح يكون كله في تأخير شغل، تأخير شغل. خلينا نشوف شو في انتاج، شو في ايش رايح جاي، هات خلينا نشوف. طبعا الارض هون فايت المي من الشتاء، عامله ابو العبد وام العبد مع بعض. طبعا الاخوان انا رايح اصور، ما رايح امنتج مره واحده وخلص. طبعا هون اخوان الحمد لله المسويد بيضات تحتيهن بيض، ان شاء الله يزبط بيض. هين هاي الطيور يا اخوان، طبعا كله بالصلاة على النبي. طبعا احنا بنستنى المنخفض يروح يا اخوان ان شاء الله عشان نبلش شغلنا. هاي الكشميري، هاي الطيرته المعوقة مؤقتة، هذا ماله برجو، مالك مالك بترجو يعني. وهي عنا طبعا الريحانية قاعدة على بيض الحمد لله رب العالمين. هاي البالونية ماخذها الهزاز الحمد لله رب العالمين، وبيضة ما شاء الله. طبعا بيضات كلهم اخوان. هاي الفرخة الدبسة خلينا نفل من هون، لان انا مش طايق هذا المكان لانه بده تظبيط كثير اخوان. ان شاء الله بدنا نظبط الامور كاملة. نشوف هون شو في انتاج، شو في اشي حلو حلو حلو. طبعا هون يا اخوان كله انتاج الحمد لله رب العالمين. هون عندنا البالونيات في تحتيهن فراخ، كانه بالونيات في تحتيهن فراخ، في القراقطة تحتيهن فراخ، في فرخ نوري. هيو اخوان شايفينه، هاي فرخ نوري طالع اخوان. المحبوسات كله تحتيهن فراخ وبيض، بس لسه يا اخوان لاني ما بقدر امسك ولا اي فرخ اطلع فرخ لانه الجو بارد عليها، حرام. لانه ليش حرام؟ من قال؟ انا طبعا جبت بلجيكي هون حطيته على الطيرة تاعت عبادة. حلو الطيرة يا اخوان، يعني حلو حلو نحطه عليها نشوف شو بدنا نطلع، يعني حمام كش نشوف كل اشي شو بده يطلع لنا. طبعا اخوان هون النوريات للبيع، كل النوريات اللي عندي هون يا اخوان. هون احكي لكم شغله، هون الزق ثلاث ارباعه للبيع، ثلاث ارباعه للبيع هون الزق، يعني النوريات كلها نوريات. بالونيات ببيعهن عادي، الارباشات ببيعهن ما عندي مشكله، مساويد في منهن ببيعهن. عندي هذا الطير هذولا بلجيكي على شفره، بس ما بعرف شو مطلعين تحتيه اشياء. اوه ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي فرخ اخوان تحتيهن شايفينه، هاي بالصلاه على النبي. وببيعهن هذول يا اخوان كمان، ما عندي مشكله عادي، كله ببيعه يا اخوان، ما عندي اشي مشكله، كله للبيع. اعتبروا الحمام كله للبيع، ببيع المساويل، ببيع الكشكه على الدباني عادي، كله كله. المهم نخفف عشان نفتح مجال لغيرهن، عرفتوا كيف يا اخوان؟ نفتح لهم مجال لغيرهن ان شاء الله. طبعا خلينا نشوف الجو عند العصافير شو صار فيها بالشتاء. طبعا يا اخوان اول ما بقى في المنخفض خلص انا صممت السطح هون شو بدي اشتغله ان شاء الله يا اخوان. رايحين نشتغله ونظبطه. طبعا رح نكون كلياتنا مع بعض. وين البرملي؟ بقول لك حطيته هون. طبعا هذا طير الشيخ ابو هاشم، انا حتى هذا ما بعرف هون في عليه حبه شايفها، والله ما انا عارف يا اخوان. قسما بالله شتاء وبرد وشتاء وصيف، شتاء وصيف، شتاء وصيف، دمر الدنيا. طبعا هون يا اخوان بالصلاة على النبي العصافير كله قاعد بنتج،
كله قاعد بنتج يا اخوان، كله قاعد بنتج. يعني هون شوفوا، هون هاي الطيرة بلشت الصحصح، هون ها بلشت تحفر، والله شكلها بيضة، والله بيضة بالصلاة على سيدنا محمد. هاي شايفينها بالصلاة على سيدنا محمد، هاي اخوان بيضة اوكي، وهذول كمان بيضات هون، هاي صاروا جوزين بيضات الحمد لله رب العالمين، وهاي الثالث كمان بايض. يعني اخوان بدنا همتكم معانا، هذا الحمد لله كله اشتغل هون، وهي عندنا فرخ هون كمان واقع على الارض، خليه عقبال الروز يطلع فراخ. الروز انا حابه يطلع فراخ، في فراخ يا اخوان؟ لا في، لا ما في، خلي راحته، كله بيشتغل على راحته يا اخوان. هاي الدره، هذا الطير الغالي ابو هاشم. يعني هذا يا اخوان راح يكون مقطعنا فيديو خفيف، جوله خفيفه على الزق وعلى العصافير، يعني حيكون فيديو خفيف، جوله خفيفه على الزق وعلى العصافير. هاي شايفين حمام بالصلاه على النبي يا اخوان، يعني كله على ودنه ان شاء الله. بس خلينا نخلص من هالمنخفض على خير والسلام ان شاء الله، لأن والله العظيم يا اخوان المنخفض بصراحه عامل لي قلق. طلع هون العصافير صار كلها وسخ، حمام هون وسخ، حمام هون، لاني خلص قرفت صراحه. بدي اعمل خم هون، والله ما بعرف هون ولا هناك اعمل خموم، والله ما بعرف وين بدي اعمل بصراحه، انه هون مضرب شتاء وهناك مضرب شتاء وهناك مضرب شتاء، هون مش عارف، هون مش منظر. اذا بدي اعملهم بعملهم هون يا اخوان، بحط القن القنين، بعمل خم بالنص بيناتهم، بنحط فيه اشي اكابر يا اخوان، بنحط يعني فيه عروق يعني. وهي الحمام، طبعا انا قاعد بصور هيك يا اخوان قسما بالله، بس عشان ما تقولوش ان انا ما بنزلش فيديوهات. فهي الحمام يعني احنا بنخليها كله على ودنه ان شاء الله يا اخوان، وهمتكم على القناه يا اخوان، همتكم مع الصيد مع الكل يا اخوان، لان الصيد مع الكل، ان اذا هسه بدي اشغلها التفعيل الربح تاعها، رايح اوقف البث عليها، ورايح اوقف الشغل عليها كليات، ورايح انقله على تاج الملوك، بس اخلص برجع لوين؟ على الصيد مع الكل يا اخوان. طبعا يا اخوان هون معفس الامور، معفس، يعني في عندي حمام كثير بدها قلع، بدها شلع، يعني هذاك شو اسمه يا اخوان اشتريت طيره شكليه اخوي، مشتريت شكله طالع فحل، هاي سامعين صوت العصافير عندنا بتهدرب، مهدربه هدربه لعيون البقا. يلا يا شباب الله يعطيكم العافيه والف شكر لكم وللجميع حبايب القلب.